نعم ملاذ، يعني في قرابة الساعة الثالثة من فجر اليوم قصفت قاعدة فيكتوريا بصاروخين من نوع كاتيوشا، أحدهما سقط. يعني مصادر أمنية تتحدث على أن القاعدة قصفت بصاروخين، أحدهما سقط في محيط القاعدة بالقرب من مطار بغداد الدولي، والآخر استطاعت منظومة سيرام بالتصدي لهذا الصاروخ. يعني حسب المصادر الأمنية قالت أن لا يوجد هنالك أي ضحايا نتيجة الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة فيكتوريا التي تضم يعني مستشارين أمريكيين وقوات أمريكية. فبالتالي كنا نتحدث على الانتشار الأمني والقوات الأمنية، يعني هو هنالك فرض وطوقا أمنيا في محيط المنطقة الخضراء، إن كنا نقصد مداخل ومخارج المنطقة الخضراء، وحتى السفارة الأمريكية هنالك انتشارا أمنيا مكثفا لحماية البعثات والثكنات الدبلوماسية. فبالتالي يعني هذه يعني انتشار القوات الأمنية هو انتشار مسبق، يعني منذ إنشاء السفارات هنالك انتشارا أمنيا مكثفا. يعني ما حدث في قطاع غزة ونتيجة ما قام به الكيان الصهيوني الغاصب بضرب قطاع غزة، كان هنالك تجديدا أمنيا على بعض السفارات والدبلومات ويعني البعثات الدبلوماسية في العراق، كنا نقصد على السفارة الفرنسية في منطقة الكرادة، فرض طوقا أمنيا ويعني تم تطويقها من قبل القوات الأمنية، يعني خوفا لأي عملية احتجاجية قد تستهدف السفارة أو البعثة الدبلوماسية في العاصمة بغداد. هنالك انتشارا أمنيا لكل السفارات لحمايتها من أي احتجاجات أو ربما لحمايتها من أي عملية أمنية تستهدف البعثات الدبلوماسية في العاصمة بغداد. نعم، أنتقل لسعد. يعني زميل سعد، كيف تبدو الأوضاع في الأنبار سيما ومع زيارة وزير الدفاع إلى المحافظة للوقوف على الوضع الأمني؟ نعم، بعد تعامل بعد عين الأسد في منطقة بغداد الغربية أنبار لصاروخين الجراد من إحدى القرى التي تبعد 10 كيلومتر من قاعدة عين الأسد، وكذلك هناك قاعدة في منطقة الكمر المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا تعرضت إلى 3 طائرات بسيارة. هذه كلها دفعت القوات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات مشددة في مداخل المنطقة الغربية، وكذلك هناك انتشار للقوات الأمنية من الفرقة السابعة وكذلك من قيادة قوات الجزيرة والبادية. هذه كلها الإجراءات الأمنية جاءت بعد تعرض تلك القواعد، وكذلك زيارة وزير الدفاع إلى منطقة البغدادي وخاصة قاعدة عين الأسد لاطلاع على آلية العمل، وكذلك يعني لمتابعة آخر التطورات الأمنية والخطط المتبعة لعدم تكرار القصف أو عدم تكرار تعرض القواعد الأمريكية إلى ضربات من جديد. نعم.